أول تجربة اتسجلت كانت في تاريخ هيرودوت ما بين سنة 664 و610 قبل الميلاد، وحسب كلام هيرودوت فاللي عملها كان الفرعون المصري إبسماتيك الأول. وبيقول هيرودوت إن التجربة دي وصلت لاستنتاج إن الأطفال اتكلموا لغة شبيهة باللغة الفريجية، وهي لغة شعب كان بيعيش في منطقة وسط غرب الأناضول، والعلماء بيقترحوا إنها لغة هندو أوروبية وليها قرابة مع اللغة الأرمينية أو اليونانية. إبسماتيك جاب طفلين وعزلهم عن العالم تماما وحط عليهم حراسة تمنع اي تواصل لغوي او جسدي مع اي حد، مجرد انهم ياكلوا ويشربوا بس بلا ادنى تواصل. وحسب هيرودوت فبعد سنين من العزلة الاطفال بدأوا يصرخوا وينطقوا ايلين بيكوس بيكوس، الكلمة اللي فهمها إبسماتيك ومستشاريه على انها كلمة خبز باللغة الفريجية. طبعا الباحثين مش بياخدوا قوي كلام هيرودوت لان خياله جامح، لكنهم اعتبروا ان الواقعة اللي حكاها دي بتؤكد ان كان فيه اهتمام بفكرة اصل اللغة وان كانت مش شرط تكون حصلت بحذافيرها.